الموضوع بجد مش عارف الجرأة اللي نازله عليك دي ايه الجرأة دي بص تعرف يا طير يا طاير تيجي نعملها بحبها يا طير يا طاير ضربك عباب الله محمد بتاعت منير ماشي يلا هنغني مع بعض طلعتك دي طلعتك يا فنانه اشجينا يا فنانه يلا قولي يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله هات البشاير وامشي بارض الله يا طير يا طاير دربك عباب الله شغل جامد يا استاذ شغل جامد يا استاذ والله طيب شغل يعني انا عاجبني جرأتها الجرأة هي يعني برافو والله العظيم شويه تدريبات وهتبقى زي الفل الحمد لله بالمناسبه هل في موت